بالنسبة هذا الرقم اش كيعطي في الغرفة الثانية لأن معبر 408 بالأصوات بوحدها ما غاديش تعطي شي حاجة كبيرة على 2000 وشي حاجة، ولذلك إلا خديتي أي حزب التزموا الناس ديالو بالتصويت ما إما ما يجيب والو ما إما يجيب شي حاجة ضئيلة جدا. يعني غادي تاخذ حزب في نهاية الترتيب عنده 30 مقعد مثلا ما كتعطيلوش برلماني نهائيا، ولكن ربما يكونوا عنده جوج. أولا كاين واقعة ديال ليصاب وكاين واقعة التحالف، هذه مرتبطة بالتنسيق اللي غادي يحصل على مستوى المستشارين. الآن ما عندناش شي حاجة لهذا التنسيق باش نكونوا معكم واضحين، قلنا المناضلات والمناضلين ديالنا نخليوا العملية الانتخابية تكمل كلها، وأنا ذاك غادي نتناقشوا فيما يتعلق بالتنسيق. على مستوى الطعون عندنا مؤاخذات، صفتنا شكايات، ولكن ماشي شكايات اللي كتكلاصها في شي درجه من الخطوره. ورغم هاد الواقعه ديال بن قرير اللي هي خطيره لان ما عمرو من البوليس اقتحموا شي مقر حزب لداخل في تاريخ انتخابات في المغرب، اقتحموا مقرات احزاب ولكن ماشي ابان انتخابات، اقتحموا مقرات احزاب، ابان صراعات سياسيه، ابان مظاهرات، ابان انتفاضات جماهيريه، ابان ولكن لم تقتحم الا في بعض المواقع في 1963 عند الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، لم تقتحم من ذلك التاريخ في الانتخابات المقرات حيث واقتحمت فاد 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 المره، ومع ذلك كنعتبروها لم ترتقي لدرجة طعن في هذه الانتخابات. هاي. سأنتظر ماذا سيقول رئيس الحكومة. سأنتظر ماذا سيقول رئيس الحكومة. إذا هنأ الشعب المغربي كما هنيناه على هذه النتيجة الرائعة، نحن سنهنئ بدورنا رئيس الحكومة على تهنئته.